ونبقى دائما في فلسطين ولنتوقف عند هذا التراث العربي الأصيل. فبمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني نرجع إلى إرث فني جميل، الدبكة الشعبية كانت وما زالت جوهر التراث الشعبي الفلسطيني الخاص بالمناسبات والأفراح، انطلاقا من فكرة الحفاظ على الهوية والأرض والحلم والذكريات. يحرص الفلسطينيون على توريث فلكلورهم وتراثهم الشعبي من جيل إلى آخر، خوفا عليه من الطمس والضياع وحفاظا على هويتهم من الاندثار. وتعتبر الدبكة الشعبية إحدى أهم صور هذا التراث، وبعد نكبة عام 48 من القرن الماضي أخذت الدبكة شكلا من أشكال النضال الذي يستند إلى إرث فني وثقافي يمتد زمنا طويلا عبر التاريخ. وترتبط الدبكة بأناشيد وأهازيج وطنية تحكي فكرة الحنين لفلسطين والارتباط بما حل بشعبها من تهجير ونكبة وترحيل قسري. تشتبك الأيدي خلال أدائها كدليل على الوحدة والتضامن، وتضرب الأرجل بالأرض دلالة على العنفوان والرجولة. ترافقها أغاني تعبر عن عمق الانتماء للأرض الفلسطينية. ورغم غزو ثقافات وفنون مختلفة إقليمية وعالمية للثقافة الفلسطينية، بما في ذلك محاولات الاحتلال الإسرائيلي طمس الهوية الفلسطينية بكل تعبيراتها، إلا أن الدبكة حافظت على استمراريتها وحضورها في كل المناسبات. وغالبا ما يبادر الشبان الذين يجيدون أدائها للمشاركة في هذا النوع من الفن خلال المهرجانات والمناسبات الوطنية والاحتفالات الخاصة بهدف المحافظة على تراث حضارة الشعب الفلسطيني.